يعني هذا يوضح الموقف البريطاني من ما حصل، الكلام على لسان رئيس الوزراء البريطاني والعقوبات القادمة والشديدة تجاه روسيا يعني باتت جاهزة وبالتفصيل سوف تعلن، تحدث عبر الخط العريض، لكن هذه الحزمة الثانية من العقوبات أشد كثيرا من الحزمة الأولى التي طالت فقط 5 بنوك و3 شخصيات روسية لها أموال وعقارات هنا في بريطانيا. لأن الحديث عن عدد أكبر بكثير من ذلك من الكيانات المالية الروسية وبشكل خاص في بريطانيا، ولكن العقوبات أيضا تحتاج إلى التنسيق مع باقي الحلفاء، وهو موجود بقوة بين بريطانيا والولايات المتحدة وباقي دول الاتحاد الأوروبي. التخوف كان سابقا من أي موقف يعني أقل حدة من ألمانيا، لكن الموقف الألماني متقدم جدا، وهو يحظى بإشادة وتقدير سواء قبل قليل من بوريس جونسون أو من قادة الاتحاد الأوروبي. ألمانيا أكبر دولة أوروبية تعتمد على الاقتصاد الروسي والتبادل مع روسيا، لكنها منذ اللحظة الأولى أيضا بمواقف مماثلة من الأوروبية، المواقف الأوروبية حول العقوبات وحول ما يحصل بشكل عام في أوكرانيا. هذا في إطار العقوبات الاقتصادية، لكن هناك دعم لا منقطع تقول عنه بريطانيا حول أوكرانيا وحول الناتو. بريطانيا جاهزة لإرسال كل ما يطلب الناتو إلى دولها، إلى دول الناتو المتاخمة بشكل خاص في شرق أوروبا المتاخمة لروسيا، بالإضافة إلى دعم للجيش الأوكراني بالعتاد والتدريب وكل أشكال الدعم اللوجستي. كل المحصلة والرغبة البريطانية هي أن يفشل كما وصفه بوريس جونسون الدكتاتور الروسي في إخضاع أوكرانيا وتهديد سيادتها، وأن هذه الطريق يجب أن تنتهي بالفشل، طريق إراقة الدماء التي سلكها الرئيس الروسي على حد وصف بوريس جونسون هنا في بريطانيا. كل هذه الطرق وهذه الخيارات يجب أن تفشل، وأحلام الروسية أحلام العهد الروسي القديم القيصري لابد أن تفشل المتسلحة بالأنا وجنون العظمة الروسية بشخص بوتين، كما وصف جيمس كيرفلي وزير شؤون أوروبا في الحكومة البريطانية الرئيس الروسي. أيضا هذه المساعي يجب أن تفشل وفق المنظور البريطاني. إذن خط اقتصادي يشمل العديد من العقوبات الجديدة، خط سياسي مستمر دون أن يتوقف مع دول الأوروبية الاتحاد الأوروبي بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية لتنسيق كل العقوبات، وخط دعم لا منتهي مع أوكرانيا يبدأ بالدعم اللوجستي وتدريب القوات بما فيها أيضا إرسال الأليات إلى دول الناتو ودول حلف الناتو في شرق أوروبا.